activité fluo. Les rares de l'INHA, il y a. اليوم الافتتاح الرسمي تاع المركب تاع الثقافي تاع الزفزاف وافتتاح تاع المهرجان الثقافي تاع مقاطعه المعارك. واش من خلال هذا الافتتاح انتم وضعتوا الاولويه ديالكم في هذا المجلس وفي هذه الولايه بالجانب الثقافي؟ اكيد ما عندناش خيار. تاريخ مقاطعه المعارك هو تاريخ الاهتمام بالثقافه. ولكن احنا اليوم كنعتبر الثقافه اساسيه. هذا هو عنوان مقاطعة المعارف. اليوم الإعلان عن هذه الندوة الصحفية على تنظيم احتفال تدشيني للزفزاف كيجي في إطار واحد استراتيجية للثقافة من خلال إعادة هيكلة توريا السقاف، إنشاء دار الثقافة بشارعنا فابري، ثم المركب الثقافي بشراكة مع وزارة الثقافة في الإرميتاج. هذا المربع ان شاء الله هو على مستوى البنية التحتية غادي تكون كنوضعوه رهن إشارة اولا الساكنة ديال مقاطعة المعارف والناشئة ديال مقاطعة المعارف، ولكن بطموح وطني، بطموح جهوي، بطموح دولي. هذا ماشي غريب على مقاطعة المعارف على اعتبار التاريخ ديالها والاهتمام ديالها بالثقافة، واللي كانت دائما هي القاطرة على مستوى الديمقراطية المحلية ديال الاهتمام بالثقافة، ولكن ماشي بمفهوم الموسمي، ماشي بمفهوم مهرجاني، لا بمفهوم السيرورة على مستوى طول السنة، على مستوى الإشراك، على مستوى الإنتاج الثقافي ومشاركة مقاربة تشاركية أساسا مع الساكنة ديال المنطقة. الافتتاح كما قال السيد الرئيس هذا يعني المجلس ديال هذا المجلس اللي خدا على العاتق ديالو باش يبدل الثقافه ديال المعارف، الثقافه باش يخرج ينفتح على الثقافه بشكل عام. والافتتاح هذا يعني هذا مركب كنا كنتسناو فيه باش يعاود الهيكله ديالو يكون عند واحد افتتاح جديد. الحمد لله جينا احنا كمجلس وكذا باش نعاودوا نزيدوا القدام والمعارف تبان بواحد الشكل بشكل عام بثقافتها الجديده. سنين وسنين يعني معارف بقاتش كتبان كمعارف ثقافيه، يعني ما المجلس المشروع الاول اللي بغاو يحطوه وداروا هو هي نبداو بالثقافه الاولى، عطيناها هي الاهتمام ديالنا في هذا الموسم. Thank you.